يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، مائل البرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 22 درجة والصغرى 12 درجة والجو فيها يميل إلى البرودة. في الأسكندرية 20 درجة والصغرى 10 درجات، أيضا الجو فيها يميل إلى البرودة. وفي مطروح 21-10 كذلك يميل البرودة. وفي بورسعيد 20-13 الجو فيها يميل البرودة. في الإسماعيلية 22-9 الجو فيها يميل أيضا إلى البرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 درجة والصغرى 10 درجات والجو فيها أيضا يميل إلى البرودة. في العريش 21-9 معتدل، وفي طابة 21-12 الجو يميل للبرودة. في شرم الشيخ 26-14 مائل للبرودة، وفي الغردقة 26-14 والجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة 27 درجة والصغرى 9 درجات والجو هناك يميل إلى البرودة. في أسوان 28-11 والجو مائل للبرودة. في الوادي الجديد 26-7 مائل للبرودة. في شلاتين 26-16 معتدل. وأخيرا في حلايب 25-17 والجو يميل إلى الاعتدال. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.